عودي معكم للمتابعة. إذن بآخر محطاتنا اليوم مع ورشة ملح والشيف محمد، وأنا منضم له بعد دقائق قليلة. مشاهدينا برحب فيكم من جديد. بلشت حضر آخر طبق أنا وياكم، رح نحضر سلطة الروكا مع الأفوكا. حضرنا ثلاث أطباق قبل البريك وبلشنا بآخر طبق هو الروكا مع الأفوكا. بدنا الأفوكات دايما تكون مستوية، وبدي الروكا الحجم الصغير. الآيسبرغ رح نستخدم الخس والليمون الرمان والبندورة الكرزية. بدي أنصح بشغلة دايما بغسيل الخضار والاحتفاظ فيها. دايما نتركها ورق مثل ما هي، ورقتها تبقى ورقة كاملة الحجم، ما نفرمها، لأنه أي ورقة بالأخص الروكا الزعتر إذا فرمناها وغسلناها وحطيناها بالبراد تاني يوم رح نضطر نكبها لأنه بتخرب. فبنغسلها بنحطها بجات مي، لازم ننقعها لحتى تطلع على وجه المي، لأنه فيها كمية كتير كبيرة من الرمل اللي بيكون بقلبها. بنغسلها مرة واثنين وثلاثة لحتى يروح الرمل كله اللي فيها. بنرجع بنحطها على شقفة أو جريدة لحتى تمتص المي اللي بقلبها. بنحطها بتبر وير، كمان بقلب التبر وير رح نحط تحته شيء يمتص المي، وبنغطيها. ممكن تبقى عنا أكثر من يوم بالبراد. إذا تركناها مكشوفة والمي بقلبها أكيد رح تخرب ونخسرها. هيدا رح نبلش نحضر. بدي أول شيء الخس. إن الآيسبرغ فينا نفرمه وفينا نقطعه بإيدينا، أنتم شو بتحبوا، فينا نعمله بهالشكل وفي ورقة حجم كبير، وفينا نفرمه بالسكين بدها تكون فرمته كبيرة شوي. إذا ما توفر عندي خس الآيسبرغ فيني استخدم الخس العادي، بس دايما بنقول للسلطة لازم نستخدم قلب الخسة مش الورق الأخضر اللي برا. الورق الأخضر دايما بنستخدمه لنزين فيه الأطباق اللي عم نشتغل فيها. هذا الخس. الروكا رح نتركها ورق بهالشكل. أين البيبي روكا الصغيرة؟ الكبير بكون صار الورقة الكبيرة بتصير مش طرية، و حتى إذا عم تلاحظوا عم نحط الضلع، نحن الورقة عم نحطها ورقة كاملة لأنه كل الفيتامينات وكل الغذاء موجود بكل الأضلوع. بس تكبر الروكا بصير نقدر نخسر الكمية اللي بقلبه. عم تمرق المقادير على الهواء كمان اللي انضموا هلا، لانه بنرجع بنذكركم سجلوا الوصفه وحنقول لكم شو عم نعمل بقلبها. حطينا خس الايسبرغ، عم نحط البيبي روكا، وراح نضيف عليها الافوكا. الافوكا بنحضره دائما على الطلب، ما فينا نقشر قبل بوقت كثير، يفضل دائما يكون مستوي. اذا بدنا نقعد وقت طويل احنا عم نشتغل بالافوكا لازم نفركه بعصير الحامض مثل الارض شوكي، مثل التفاح الموز كمان نفس الشيء. في احد الستات سالتنا انه التفاح اللي عم اذا عندنا ضيوف بنقشر تفاح بنحطها قدامهم ممكن نفركها، ممكن يعني احنا ما عم نعصر عليها حامض، عم نفركها شوي صغيره للتفاحه فيها، ما حتعطيها طعم لانه التفاح دائما بيكون فيه حموضه اوقات، فابدا ما بتغير لها طعمتها. بس ممكن تبقى على الطاوله اكثر من ساعه بتبقى محافظه على نفس اللون اللي لونها الطبيعي. هيدا الافوكا. رح نستخدم مع الرمان، رح نستخدم مع الجبنه، اما جبنه الجريير او البارميزون او الجبنه البيضاء اللي بحب. في اشخاص ما بيحبوا الجريير، ممكن يستخدموا الجبنة البيضة محلها. هيدي الأفوكا. كيف بدنا نشيل الأفوكا البذري بهالشكل؟ شفنا كيف بنقصها اثنين بالنص تطلع بهالشكل.
نرجع للبزري بنضربها بالسكين بنبرمها برمة صغيرة بتطلع بها الشكل هيدا. ما بدك تكون كتير كمان مستوية لتقدر، نحن عم نعملها لسلطة مش عم نعملها عصير، لتقدر تساعدنا نحن وعم نشتغل فيها نفرمها. هيدي طلعت كمان نفس الشيء، حنبرمها كل ما كانت مستوية الحبة بتصير تعذب أكتر لا تقدر تطلع. إذا لقينا البذرة، لقينا البذرة ورقة البذرة لقيناها بقيت بكعب الأفوكادو بنجيب معلقة صغيرة وبنعملها فيها بنشيلها، حتى إذا لقينا شيء أسود ممكن نشيله بالمعلقة الصغيرة. رح نفرم بهالشكل. ما عم نعمها، بديها تبقى مبينة شكل الأفوكا على السلطة. كل كمية مبين فيها، هيدي كمية بالطعمة أكثر من 5 أشخاص. نعمل السلطة دائما في أشخاص اللي عم يعملوا الدايت بياخدوا سلطة، بياخدوا قطعة فيليه لحمة أو دجاج أو سمك. هيدي الأفوكا صارت جاهزة، رح نغير، دايما بنغير خشبة. رح نفرم، ممكن نستخدم إنه البندورة الكرزية والرمان عليها والجبنة. رح نحط رمان بهالشكل. رمان عم يدخل بمعظم انواع السلطات اللي بيعطي نكهه طيبه، وخاصه الرمان الحامض، وفينا نستخدمه مع تربل الباذنجان. الجبنه عندي جبنه مبروشه وعندي جبنه شرحات، فيني استخدم انا شو بدي. رح نحط الجبنه المبروشه بهالشكل. اللي ما بيحبوا جبنة الجريير قلنا فينا نستخدم الجبنة البيضة، جبنة أي صنف جبنة مطبوخ فينا نستخدمه، جبنة بلدية ممكن نحطها. الزينة انتو متوفر عندكم ما في أي مشكل فيه. هلا الصوص تبعه بدنا ندخل له الليمون، كمان فينا ندخل هذا الليمون. خدوا لي صورة حد الكيك، باخذها انا وياك جوزيف هلا. اوكي، سلاد غير شكل. اوه التارت، هي تارت ملحة صحيح، تارت ملحة. هاي شو عجينة التارت دخلنا ضفنا عليها الملح، بشاميل، بشاميل قلنا البشاميل زبدي وطحين اللي كتير ما كتير صح يعني بيعرفوا يعملوها، فيهم يضيفوا لها الحليب او الكريم فريش. اسم الله عليك يا شيف، اطباق كلها فنية، لوحات فنية. لكن الالوان ازرق، هيدا اهم شيء اليوم، الازرق من صيبة العين، احمر، اخضر، ابيض، اصفر، بني، بيج، احمر. بنقول للمخرج لون. للمخرج الاستاذ عامر الله يكون ويبعد عنكم العيون، حطينا خرزه زرقاء اليوم مش هيك احنا. اوعى ما تصيبوا العين لعامر على اساس انه عامر، ما تخاف ما بتصيبوا العين، ما يا معقول. وعن عالم الصباح كله عامر بصد كل العيون يعني ما. نحن اصلا نحن حاطينه السبت لعامر
هو بحد بحد ذاته خرزة زرقاء يعني عارف. الله يخلينا ياذك. وهلا طبعا نحن نتشكر كل الالوان يلي قدمت لنا اياها اليوم والاطباق الشهيه والافكار الرائعه اللي ممكن تعطي فيه شيء بعد صوص بدك تحط لنا اياها لانه حط رشه ملح صغيره نعم رشه ملح وعصير الحامض ليمون 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 ولا الحامض ليمون فريش اوكي وراح نحط له شوي صغيره من عصير الحامض حامض اوكي بدنا نتشكرك شيف محمد انا بدي اقول لك كل المشاهدين يعني البدايه كانت مع هالطلب او الرساله اللي حبيت اقدمها هي انتبهوا كتير منيح من الاشخاص اللي بيكونوا سلبيين حواليكم يلي بيستغلوكم وبينكدوا عليكم حياتكم ضروري ضروري انكم طبعا تبتعدوا عنه تاخدوا قراركم بقى اعطيتوا فرصه واثنين وثلاثه ضروري تعطوا الفرص وتقولوا اللي عندكم وتقولوا وين لازم يتصلح بس اذا ما تصلح يعني ما تفكروا لقدام ممكن الانسان يتغير ما بدنا نغير بالناس اللي حوالينا ما نغير بنفسنا وبذاتنا ومن جوا لانه نحن بس نغير بحالنا نقدر نرجع انطلاقة جديدة ونتخلص من كل الشوائب اللي حولنا على امل انه نصيحتي تكون وصلت اليوم وانا كمان طبقها بحياتي مش بس انتو بكره يكون عالم صباح جديد الساعة 10 بتوقيت بيروت مودعكم شيف محمد ثانك يو على امل تكون اطباق تعجب جزاف هلا بس يدوق كمان طبعا طبعا تعجبكم بس تجربوها ان شاء الله يا شيف نقابل الاسبوع الجاي الاحد اذا الله رب الاربعاء كمان ان شاء الله بعالم الصباح والاربعاء كمان بنشوفك الى اللقاء